السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة ماما هبة للطبخ والتدابير المنزلية. اليوم غادي نتقاسم معكم طريقتي في اقتناء واختيار سمك السردين، وكذلك طريقة غسله بدون عناء وكيفية الاحتفاظ به والتخلص من مخلفاته. اول حاجة نشوفوا الطريقة اللي يميز ان سمك السردين طري وجديد. خاص السمك بصفة عامة يكون لامع والقشور ديالو تكون قاسحة، صعيب الإزالة ديالها، وتكون جلدة قاسحة، والعينين يكونوا منفوخين وواضحين، والخياشيم تكون حمراء، والريحة ديال السردين تكون خفيفة ماشي رائحة قوية. وندوزو للطريقة اللي كنقيو بها السردين. اولا نزولو قشور السمك ونفتحوا البطن باستعمال الإبهام، ونحيدوا لها الرأس والسلسل مرة واحدة. هكاك كنستمر، ومن الاحسن نزولوا لها القشور قبل ما نقيوها، هكاك يكون اسرع واحسن. وغادي نزيدكم حيلة، يمكن لنا الاستعانة بفرشة طعام لإزالة قشور الحوت بكل سهولة. وهكا غادي نستمر حتى نسالي. من بعد ما ساليت غادي نجيب بانيو وشبكة صغيرة ونصفي فيها هاد الماء، وهكا يمكن لينا نتخلصو منه بدون ما يسد لينا الحوض. من بعد كنحطوا المخلفات كلها في شبكه ونصفيوها، وغادي نوريكم حيله تخلص من مخلفات الحوت، وخصوصا الى نظفتوه بالليل ونقات لكم الوقت باش تخلصوا منه. فيمكن لنا نحطوا هاد المخلفات ديال الحوت في ميكا ونحتفظوا بها في بواطه ونديروها في الفريغو كتجمد حتى الصباح. او يمكن لنا نديرو طريقه ثانيه اللي هي نفس الشيء، نحطوها حتى هي في ميكا المخلفات ونوضعها في علبه الحليب ونحتفظوا بها في الفريغو او في المجمد. بهذه الطريقه ما كيخليش لنا داك السمك يبقى يقطر، وفي نفس الوقت ما كيعطيش الريحه. ندوزو لطريقة الاحتفاظ به. اولا ملي نقيوه ونبغيو نشلوه، فمن الاحسن غير ندوزوه في الماء، حيت الى غسلناه بزاف كيفقد اللون ديالو، وحتى ملي نطيبوه ما كيكونش لذيذ.
يمكن لنا نحتفظ فيه في بلاستيك غذائي أو علب بلاستيكية، وناخد كل حوتة ونحطوها بوحدها هكا، ملي نجبدوه ونبغيو نستعملوه كيتحل بسهولة وما كيتقطعش. ونصيحة، إذا كنتي في المدن اللي ديما متواجد فيها السمك، فمن الأحسن ما تشري غير اللي بغيتي تستهلكي وبدون ما تحتفظي به. كان هذا الفيديو ديال اليوم، وإلا عجبكم بحال ما هذا النوع من الفيديوهات ما عليكم إلا تشتركوا وتخلوا أكبر عدد من اللايكات وتبارتاجوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة. إلى اللقاء ومع السلامة.